فوجودكم هنا هو أكبر رد على دعاة الكراهية. فما أجمل الحديث عن الحب في زمن الحرب. فأحب الخلق إلى الله من حبب الله إلى خلقه. فعندما نرى المسيحي واليهودي والمسلم وجميع أتباع الشرائع السماوية يجتمعون على القواسم المشتركة ويسعون لأن يلتقوا على مائدة الحب، يكونون قد حققوا مراد الله من خلقه. فكل من يدعو إلى تكسير جسور التواصل بين أبناء الأسرة الإنسانية، فليس من الله في شيء، لأن الشرائع السماوية كلها جاءت لخدمة الإنسان وليس من أجل أن يخدمها الإنسان. إنسان وليس ببل، إنسان من أجل أن يخدمها، من أجل أن تخدم الإنسان، وليس من أجل أن يعني أن تكون يعني ضد الإنسان. فكل من جاء بتكسير جسور التواصل بين أبناء الأسرة الإنسانية يعلموا أنه ليس من الله في شيء. فنحن المسلمين عندنا في القرآن الكريم سورة كاملة تتحدث عن السيدة مريم، وليس وهي أم السيد المسيح عليه السلام، وليس عندنا سورة اسمها آمنة، وهي أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا سورة كاملة اسمها آل عمران، وهو اسم الأسرة الكبرى لسيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وليس عندنا سورة اسمها آل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كذلكم حدثنا عن محبة سيدنا موسى، وأن المسلم لا يكون مسلما ولا مؤمنا ولا يقبل منه شيء حتى يؤمن بالأنبياء كلهم. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ونحن له مسلمون. وكذلكم النبي صلى الله عليه وسلم محمد كان يستقبل الضيوف من أصحاب الشرائع السماوية في مسجده ويشرح لهم تعاليم الإسلام، حتى أن وفد نجران مسيحي نجران من اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده العظيم وجلسوا وصلوا صلاتهم الكنسية في مسجد رسول الله، ثم أكرمهم وأكرم وفادتهم ليقول للبشرية كلها أن العباد كلهم إخوة، ربهم واحد والهدف واحد،
حتى أنه ذكرهم في خطبته قبل وفاته فقال: كلكم لآدم، وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي. ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فوضع كل أسباب وأشكال العنصرية وجعل الإنسان في المقدمة. فالحمد لله الذي جعلكم سفراء للحب، وأتمنى أن يسود الحب في أنفسكم ابتداء، وأن تكونوا متصالحين مع ذواتكم حتى تكونوا خلفاء الله في الأرض، وتكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر.